نعم. السلام عليكم. أشهد الله أن أحبك فيه يا شيخ. أحبك الله كما أحببتنا فيه. كما هو معلوم يا شيخ في علم المصطلح من الأحوال التي يعرف بها الناس يقولون السوخ معرفة ولع المرأة وحضر النحر. نعم هنا يا شيخ أعيد السؤال. كما هو معلوم يا شيخ في علم المصطلح من الأحوال التي يعرف بها الناس من المنسوخ معرفة التاريخ. أن الأحوال التي يعرف بها الناس من المنسوخ معرفة التاريخ. أن من شرط معرفة الناس الحكم بالناس معرفة التاريخ. معرفة التاريخ كذا يا شيخ؟ بلى. فمن الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث شداد رضي الله عنه أفطر الحاجم والمحجوم في عمرة الفتح، أليس هو منسوخ بحديث ابن عباس أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع احتجم وهو محرم؟ اي ما يمكن هذا، ما مصر. لأن رسول صلى الله عليه وسلم ما سافر في رمضان إلا في غزوة الفتح ولم يصوم، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة تسمى حقيقة الصيام بين فيها هذا الحكم أتم بيان، فارجع إلي حقيقة الصيام. ثم هو في الواقع من مصلحة الإنسان، مصلحة الإنسان أن نقول أنه يفطر بالحجامة، لأننا إذا قلنا أنه يفطر بالحجامة لازم من ذلك أن تحرم الحجامة في صوم واجب إلا للضرورة، فإذا اضطر إليها وحجم صار من مصلحته أن نقول له أفطرت فكل واشرب حتى تسترد قوة بدنك. فهي في الحقيقة من حكمة الله عز وجل، أعني الحكم بأن الحجامة تفطر من حكمة الله عز وجل ورحمته بالصائم. لو قلنا لا تفطر ثم حجم ثم ضعف بدنه وانهار نقول خليك تبقى حتى تغرب الشمس. نعم.